خويا كيفاش يعني كل اللي يربح الفلوس من البرمجه ولا ما تمشيش كيفاش نولف هذا خويا باش تربح الفلوس من البرمجه عندك جوج ديال الحويجات عندك اما انك تقدر تبدا فريلانسين مع شركات اجنبيه وراه شرحت هذا الشيء كيفاش تاخذ لي برو درت عليه حلقه وكاينه في يوتيوب رجع ليها كاينه لا ميثود الثانيه هي انك تصاوب دي بلاتفورم وتبيعهم وهذه الطريقه هذه حاول تصاوب دي بلاتفورم ريل بلاتفورم ماشي تمشي دير لهم الريسكين اذا داكشي ديال الريسكين ما خدامش هذاكشي كضرب فيه غير في اللانش وصافي من بعد كيموت اما الا درتي شي بلاتفورم زوينه ويكون فيها باسيف انكم تنهضروا على الصاص سوفتوير از سيرفيس سوفتوير از سيرفيس من احسن الطرق اللي ممكن للمبرمجين يخدموا عليها لانها كتعطيهم باسيف انكم يعني انت كتبذل واحد المجهود في الاول كتصاوب واحد البلاتفورم كتصاوب واحد الموديل ديال سبسكريبشن والناس كيوليو يخلصوك في الشهر يعني راه فلوس محترمه كنتي داير غير 10 دولار ولو عندك لويال كلاينتس ولا لويال يوزرز يعني 1000 واحد لويال يوزر راه فلوس هذه قصات طبعا الحال كتجيب شي واحد يخدم لك السيبور يخدم لك السيبور $10,000 هذيك اخي راه 10 مليون وي 6 مليون شي حاجه خويا خدم بالجو كاين في الدروب شيبين جوجل ميرشنت خدم على جوجل ميرشنت اخويا من غير فيسبوك ادز انا راه لا افهم لماذا المبرمجين ما كيديروش الفلوس والله العظيم لا افهم انا سو با بروغراماتور انا ماشي انا ما انا التخصص ديالي ماشي البرمجه تكون معكم واضح انا ماشي لست بمبرمج وانا مول الشقار وانا مول الشقار وكندير الفلوس وانت اللي عندك الحرفه ما تديرهاش حشومه انا راه شوف تنقولها في اللايف تنقولها ورا ظهركم ما تفهمش علاش المبرمجين ما كيديروش الفلوس هضرنا على التسويق الالكتروني شوف هادشي داخل في الفورماسيون حنا باقيين دابا تنقراو الاساسيات ما انت عارف صداقه غنهضروا على التسويق الالكتروني وغادي نشرحوا مختلف الطرق ديال التسويق الالكتروني هادشي كله جي خرجوا علينا الهنود وتتبقى على حساب لا ميثود باش كتخدم سلعتك اختي الا مشيتي حطيتيها فواحد المنصه ديال $5 انتيا ما عطيتيش قيمه للسكيلز ديالك ما عطيتيش قيمه للبرودوي ديالك راه عادي ما غيسواش اما الا عطيتي قيمه وتارغيتيتي الناس اللي عارفين بالقيمه ديال المنتوج اللي كتعطي راه غيديروا لك قيمه فماشي انت كتصاوب واحد البرودوي اولا باغي تبيع واحد البرودوي اولا باغي تقدم واحد السيرفيس وتتمشي المنصات الخطا تتمشي بالطريقه اللي هي خطا وتتقول علاش قارونا الهنود في المارشي قاروك الهنود في المارشي تحط راسك معاهم عادي جدا انهم يقاروك واش انت كتمشي للبلاتفورم ديال $5 وتقول قهروني الهنود عارفين تبيع البرودوي ديالك عارفين تبيع السيرفيس ديالك اعطي قيمه لداكشي اللي كتعرف دير كاين الناس كاع ما عندهمش العلم ما عندهمش النوليدج ولكن تيعرفوا يديروا الماركتير راسهم كيعرفوا يبيعوا راسهم هادشي اللي خصكم تقراو انت الا كنتي كتعرف انت مثلا بروغرامر ولا ديزاينر ولا سي باش كدير خاصك تتعلم كيفاش تعطي قيمه لداكشي اللي كدير وتعرف دير الماركتير راسك تعرف تدوي انت الا ما عرفتيش تبيع راسك راه واخا تكون ما عرفتيش دير ما غاديش تعطي قيمه لهداكشي اللي كدير ما تعطيش قيمه الا ما عرفتيش تدوي جيب كوميرسيال كيعرف يدوي اللي يبيع لك الا كنتي انت واحد الانسان ماشي اجتماعي واخا انا تنصحك انك تكون اجتماعي وتنصحك انك تاخذ تجارب ماشي مشكل تبدا وتفشل ويضحك عليك هاد الكليان وراه عاود لكم على قصص اللي انا دمعت فيها
حقروني انه يعتمدون على المظاهر والحدود الساعه كاينين هاد الناس، ولكن اي دونت جيف ا شيت. حنا نهضروا على واحد البراند، هادشي راه صراحه واحد اخر راه ما يعاودوش ليكم، ما غيبغيش يعاودوا ليكم، ولكن انا كنعتبركم خوتي وما عنديش مشكل. انا اصلا ما عنديش مشكل، المشكل اللي كان هو في هذوك العقليات. هما انا اي دونت جيف ا شيت. دابا حنا مثلا انا ملي بديت الكونسلتين، وهذه رساله اخرى للناس، هذه رساله اخرى للناس، عمرك تبدا كبير، بدا ديما صغير، واخا يكون عندك الفلوس، واخا ما عرفتش فين تكون واصل، ديما تيستي السوق صغير، وعاد ديك الساعه كبر. وانا غنعاود لكم على هاد القصه هادي. دابا حنا ملي بدينا كونسلتين، غنقول لكم واحد القضيه، شخصيا راه انا ما كنكريش باش نكون معكم واضح، حالات قليله فاش كرينا، انا ما كنكريش، انا كنشري. داك ملي كنشري، كنشري عقار مثلا، كنعتبرو باسيف انكم، انا خدام فيه، طلع ليا في راسي، غنخويه، غنكريه لواحد اخر، سالينا، عطيني الرزق في اخر الشهر. والناس اللي تيقول لك لا الكرا فيه مشاكل وهذا، انا متفق معك، متفق معك، انت تهضر على الكرا، ولا مثلا ملي كتشري واحد العقار مثلا، تطيح في الناس اللي هما ما تيكونش النية ديالهم سليمة. لكن ملي كيكون عندك عقار واحد راه اشكال، حيت الا ما بقاش كيخلصك وتاكل، حيت انت كتاكل من داك العقار، الا ما بقاش تيخلصك غطيح في المشاكل، وتتولي تقول لي سير فحالك وعطيني السوارت وهذا. ملي تيكون عندك عقارات مختلفة، انت بعوال ديك حتى وكان، ما عنديش مشكل. انا عندي محامي داير معاه نسبة مئوية، غيتبعك حتى وكان، ما عنديش مشكل، انا كناكل من بلايص اخرين. ما عنديش هاد الاشكال. ولكن على العموم هذا موضوع اخر، دابا تنقزو من الموضوع لموضوع. دابا مشينا علاش خصك تبدا صغير. دابا قلت لكم انه ما عندي زعما، بالنسبه ليا صراحه ممكن نشري عقار واعر، بلاصه واعره، ونديرو بيرو ونخدم، ما عنديش هذا الاشكال كاع. ولكن هذا واحد لو ستيل دو في ديالي، باش تلزمو عليك، تقدر ما تتفقش معايا فيه، من حقك انك ما تتفقش. هذا دا ستيل دو في، ما يمكنش. كاين مثلا تيقول لك اودي مثلا العقار لا موفيز، بحال واحد الصديق ديالي، هذا خويا ماشي صديقي، ديما انا وياه تنختلفوا في هذه النقطة. هو تيقول لك لا العقار انا 5 مليون دولار نافيستي هنا وندير وهذا، هذه عقليته تنحترمها، وانت هو تيحترم عقلية، هو ما تيحترمش عقلية. المهم إلا كنتي كتفرج فينا ما تديش عليا. وتحترمش عقليه. علينا علي ممكن، ولكن لا، انا كنبغي نبدا صغير. في واحد العام في هذا البيرو كاينين الناس اللي جاوا اللي ما تعرفوني الصراحه، يعني كاينين الناس يبا ولدو جافر عليه راسه وجا عندي ولا هذا هو النوع، علاش كنهضر صراحه، هذا هو النوع علاش كنهضر. فهمتي تيجي دابا انا كون معكم صراحه، هذه واحد لابارتمون، يا ماشي بلاصه خايبه، بلاصه صعبه، وكنت في ساده، كنت واحد الوقيته حاطه في اير بي ان بي، وبقيت ساده ما بقيتش هذا، وقلت نبدا فيها، انا نبدا فيها، علاش ما نبداش فيها؟ فهمتي تيجي، دابا هو ملي كيجي شي يبدا يدير، ديك التنديز، ديك اللعبه ديال الكاز، شنو الكاز كيدير؟ فهمتي؟ بلاصه فهمتي تولي تهضر معاه، ماشي كياخذ الهضره ديالك اون فالور، تياخذ هذاك لونتوغاج، هو تيشوف لونتوغاج، تيخصك تزوق ليه. وهذا راه شوف اغلبيه المغاربه هكا دايرين، حتى في البيزنس خصك تزوق تبيع، يعني خصك دير ليه شي بلاطو بيرو يكون مفرقع، في بلاصه مفرقعه، في شي بيزنس سنتر مفرقع، فهمتي عادي غيجي وغيحتارمك وغادي، فهمتي الله يجعل لك انت ترجع. انا شوف شوف مزيان هذا الشيء كاع، شي واحد بغى ينصب يدير هذا الشيء، تنقول افغلومون ونصب مع راسك ما بغيتي، علاش؟ حيت انت ملي كيشوف هو هذاك الشيء تيقول واش شوف السيد كيداير وهذا، يعني عاد تيولي ملي تتقول ليه شي حاجه كيحطها اون فالور، ما كياخذش هضرتك. ودابا انايا كاين واحد الاشكال باش نكون معكم صريح، دابا انا مثلا هاد البيرو هذا ما دايرين لا بلاكا لا والو، ولكن هادشي داخل في ماي برايفسي، انا واحد البيرو كنقضي فيه واحد الوقت، الا تعرف وتعرف فين كاين انا وهذا ما غنخدموش، وانا واحد الانسان كيحشم، وما نقدرش شي واحد يجي عندي وما نعطيهش وقت،
ما نحملش راسي كما هو ما غيبغيش ما يحملش راسه باش نتفاداو هادشي. ما فهمتي ما دايرين لا بلاك لا والو. وتقول هنا مكتب ديال لا دي اس تي ماشي بيرو خدامين فيه. ما دايرينش ايحاءات بالمعنى ديال الخدمه. وكاين هاد النوع ولكن اي دونت جيف ا شيت. انا لهاد النوع حيت انا اصلا الكونسلتين هي صافي بارتي من الحوايج اللي كنخدموا عليهم. مي الفكره اللي بغيت نوصل لكم هو انه حاول تبدا صغير. تيست لو مارشي بدا صغير ماشي مشكل. بدا صغير ومن احسن انك تبدا صغير على انك تبدا كبير. حيت التجهد باش تبدا كبير ما غيكونش عندك. هانت مثلا بغيتي تبدا كبير وبغيتي تاخذ لي مارشي مع لي طا مثلا ديال الصفقات العموميه هانت كاع غتاخذهم ولكن واش عندك الجهد ديالهم؟ الناس اللي داخلين في الدومين تعرفوا مثلا غير الخلاص راه قدروا يتعطلوا عليك 3 سنين 4 سنين عادي يعطوك فلوس وانت خسر واحد 40 ولا 50 مليون. واش عندك تقدر تصبر تيخلصوك هما؟ هانت بغيتي هانت بديتي كبير غتلقى راسك في مشاكل. داكشي علاش ديما بدا صغير وتيستي. انا تنقول لك ستيل دو في ديالي لا طريقة الخدمة ديالي الله يجعلني نكون بغيت نبيع غير الحمص غنبدا هكا. بدا صغير تيستي السوق شوف اش كاين شوف الاوبورتونيتيز اللي كاينة في داكشي اللي بغيتي انت دير حتى تلقى اسكيلي ديك الساعة. معندناش مشكل خديتي الخبرة درستي السوق درتي علاقات بزاف ديال الحوايج ديك الساعه كبر مع راسك سير ديك الساعه شري الله يجعلك كاع فيما بغيتي. وهذه هي تجربتي نيت انا واخا جاتني هاد العين قاصحه بزاف مكانش عليا كاع نقول صراحه خديت ولا زمرت نمشي كيما موافق نمشي ماشي مشكل هذا تيستي وشفنا هذا عاد ابغريديت